طبعا حيوي هام بالنسبة لبلادنا، وأؤكد مرة أخرى على أن حل الأهداف والقضايا في إطار العملية العسكرية الخاصة ومستقبل روسيا يعتمد على جهود جنودنا والضباط الأفراد الذين يخدمون في قوات المدرعات والطيران والمشاة البحرية وجميع صنوف القوات، وإن وحداتنا على خط التماس القتالي تقوم بتنفيذ هذه المهمات بمهارة وتكتسب المهارات والخبرات القتالية الجديدة. وأكرر مرة أخرى أنه على رجولة وبسالة وشجاعة أفرادنا وضباطنا يعتمد تنفيذ جميع الأهداف والمهمات للعملية العسكرية الخاصة. ومع ذلك من المهم بمكان أن يعرف جميع مواطنين وجميع أفراد قواتنا المسلحة أن لدينا قاعدة تقنية وعلمية متينة جدا، ومنظومة السلاح التي تم اختبارها أمس تدل على ذلك وتضمن سيادة روسيا ووحدة أراضيها. كما نعرف نحن جميعا أن هذه الأسلحة لا يمتلكها أي طرف في العالم. نعم، عاجلا أم آجلا سوف تظهر مثل هذه المنظومات في دول أخرى، ونعرف أنهم يقومون بتطوير هذه المنظومات، ولكنها سوف تحصل عليها بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، بل نحن نمتلك هذه المنظومة اليوم، وهذا الأمر مهم جدا. وهنا أريد أن أؤكد على جهة أخرى، على بعد آخر أيضا، منظومة ريشنيك هذه تعتبر ليس فقط سلاحا فرد صوتيا، بل بفضل قدراته القتالية والهجومية وبالتعاون مع منظومات هجومية أخرى، فإن نتائج استخدام هذه المنظومة سوف تشبه من حيث قدراتها قدرات الأسلحة الاستراتيجية، غير أن من حيث تبعها المنظومة هذه ليست منظومة صواريخ استراتيجية وليست مصنفة كوسيلة التدمير الشامل، لأنها تصنف بين الأسلحة عالية الدقة قبل كل شيء. وأؤكد مرة أخرى على أنه ليست هناك أي وسائل لاعتراض مثل هذه المنظومة في العالم، وإن اختبار هذه المنظومة المتطورة سوف نستمر فيه، وسوف نعمل على تطوير الإنتاج المتسلسل لهذه المنظومة. وقد تم تبني هذا القرار وتم تنظيم تنفيذ هذا القرار، أقصد القدرة والقوة التدميرية لهذه المنظومة، وسوف يتم تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية بهذه المنظومة الجديدة. وبالإضافة إلى هذه المنظومة، منظومة أوريشنيك، نعمل على تطوير عدة منظومات مشابهة. ومن حيث نتائج الاختبارات، بعد أن نقوم بالاختبارات والتجارب سوف يتم اتخاذ قرار حول تسليح قواتنا بها أيضا. إن الأوضاع الحالية في العالم تعتمد وتتوقف على المنافسة في مجال التطور التقني والاقتصادي، ولكن الحل الحاسم يعتمد على الناس والمهنيين والمتخصصين والمهندسين العاملين في مكاتب التصميم وفي المصانع وفي جميع قطاعات الاقتصاد، ونحن نفتخر بمثل هؤلاء الناس، وهم سوف يحققون وينجزون جميع الأهداف الخاصة بتوفير أمن روسيا بشكل مضمون. أشكركم مرة أخرى على العمل الدؤوب والكافؤ والفعال، وعلى النتائج العالية لعملكم والمساهمة الكبيرة في تعزيز أمن والقدرات الدفاعية لشعبنا وحماية وطننا
معنى واسع من هذه الكلمة. وأؤكد مرة أخرى أن من قام على بناء وتطوير كان هذا مشاهدينا جانبا من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو هو في لقاء مع عدد من القيادات الأمنية لتباحث مسألة تطوير الصواريخ التي قال بأن روسيا ستستمر بتطوير أنظمة السلاح وخاصة البالستي، وأكد بأنه لا يوجد منظومة دفاعية في العالم قادرة على التصدي لهذه المنظومات أو على اعتراض المنظومة الصاروخية الروسية الجديدة، التي إذا عدنا بالأمس إلى هذا الصاروخ الذي أطلقته باتجاه دنيبرو في أوكرانيا كان صاروخ بالستي فرد صوتي في رسالة تحذيرية للغرب لأوروبا تحديدا بأنه صواريخ روسيا قادرة على أن تطال أي نقطة في أوروبا وربما أبعد أيضا من أوروبا. أفاد نواب أوكرانيون بأن برلمان البلاد ألغى الجلسة العامة المقررة اليوم الجمعة بعد تهديد بهجوم محتمل على الحي الحكومي في قلب كييف، وهي المرة الأولى التي يقرر فيها البرلمان اتخاذ هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي، بينما تأتي هذه الخطوة عقب تحذيرات أصدرتها العديد من السفارات قبل أيام بسبب مخاوف إثر إطلاق روسيا صاروخا باليستيا متوسط المدى على مدينة دنيبرو. قال الكرملين أن الضربة التي وجهت لأوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي متوسط المدى أسرع من الصوت تهدف إلى تحذير الغرب من أن موسكو سترد على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب روسيا بصواريخهما. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا لم تكن ملزمة بتحذير الولايات المتحدة بشأن الضربة، ومع ذلك أبلغتها قبل 30 دقيقة من الإطلاق. أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال منفتحا على الحوار وخفض التصعيد. في هذه الأثناء تشهد حرب أوكرانيا تصعيدا خطيرا مع تهديد بوتين بضرب الدول التي تستخدم كييف أسلحتها لمهاجمة روسيا، بينما أكدت واشنطن أنها لا تسعى إلى الحرب مع موسكو. من جهة أخرى طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى العالمية برد شديد على روسيا بعد قصفها لبلاده بصاروخ أسرع من الصوت عابر للقارات. صواريخ مجنحة وعابرة للقارات، روسيا تستعرض قوتها المميتة في سماء أوكرانيا في رسالة واضحة للغرب بالتزامن مع استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية في ضرب عمق روسيا. التوقيت الذي اختارته موسكو لهذا التصعيد يبدو دقيقاً، حيث يسبق محادثات سلام محتملة قد تبدأ مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مسعى على ما يبدو لرفع سقف المفاوضات وتقوية الأوراق قبيل أي محادثات. التصعيد الروسي وفق مراقبين يعكس تحولاً استراتيجياً في تكتيكات الحرب، فتهديد الرئيس الروسي بضرب الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا يؤكد استعداد موسكو لتوسيع نطاق هجماتها إذا استمرت المساعدات الغربية لأوكرانيا. لنا الحق باستعمال أسلحتنا ضد الأهداف العسكرية في الدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد الأراضي الروسية. في حالة التصعيد سنلجأ إلى أساليب متعادلة ومتكافئة. وعيد روسي لن يثني واشنطن عن دعم حليفتها كييف، بيد أن إدارة بايدن التي توشك على مغادرة البيت الأبيض تجدد في الوقت ذاته عدم السعي إلى صراع إقليمي أوسع في أوروبا ولا حربا مع روسيا. لا نسعى إلى صراع إقليمي أوسع في أوروبا ولا نسعى إلى الحرب مع روسيا، لكن هذه الإدارة ستواصل تسليح أوكرانيا ودعمها فيما تبقى من أسابيع في فترة صلاحيتها. وبينما تتجاوز روسيا الممنوع في الحرب، طالب الرئيس الأوكراني من قادة العالم برد شديد على هجوم الروسي على بلاده بصاروخ باليستي فرد صوتي، معتبراً أن الأمر يمثل تصعيداً كبيراً في نطاق الحرب ووحشيتها. ويشهد الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ونيف تغييراً في الموازين، خاصة مع إقدام موسكو على تعديل عقيدتها النووية لتفتح باباً جديداً في لعبة الردع الدولية. في المقابل تجد أوكرانيا نفسها في سباق تسلح دفاعي مع مساع لتوسيع التعاون مع حلفائها الغربيين.